السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. طبعا بنوضح النهاردة تأليم معين كنا اتكلمنا عليه في وقت سابق، اللي هو التأليم بتاع شهر يناير وخاصة في صنف الكيت. طبعا اتكلمت وقلت ان المزارع اللي تأخر فيها المحصول الى ما بعد شهر اكتوبر ونوفمبر ما ينفعش ان احنا نقلم اي طرحات فيها، لان طبعا الجو بيخش علينا بعد كده برد، وحتى لو العيون حضرت مش هيحصل فيها تخزين كويس، وبالتالي مش هيبقى فيها خصوبة انها تظهر بشكل كويس، ده لو البرد ما اثرش عليه. النهاردة انا هنوري لحضراتكم نتائج التقليم اللي احنا عملناها في شهر يناير، كان بالتحديد 15 يناير. وده كان في مش كل الطرحات دي كان فيها محصول، دي كان في طرحات جايبة نموات غضة متأخرة، وكل الحاجات دي رجعناها طبعا على دورين زي ما حضراتكم شايفين، الدور الاولاني وادي الدور الثاني، وشلنا من فوق الدور الثاني، ودي كانت النتائج التزهير اللي طالع. طبعا حد برضو هيسألني ليه انا سايب الوصلة دي او الضفر ده في التقليم، ده علشان خاطر ما نأذيش العيون اللي هتخرج منها التزهير اللي حضراتكم شايفينه. العملية طبعا بتديني نتائج ممتازة، بتديني تزهير جانبي زي ما حضراتكم شايفين بشكل ممتاز، تمام. المهم برضو في الموضوع ان احنا بنشتغل على الوضع ده في وقت معين، علشان خاطر الفترة بتاعت شهر يناير بيكون الشجر محضر للتزهير، وبالتالي لما بنعمل العملية دي ما بيخرجش نموات خضرية، طبعا بيخرج زهر مكان عملية القص، وده بتدينا طبعا نتائج في التزهير ممتازة زي ما حضراتكم شايفين كده. دي شجرة تانية، فدي برضو من العمليات اللي احنا اشتغلنا عليها الفترة اللي فاتت، نتمنى الناس تبتدي تجرب وتشتغل على الشغل ده. ما شاء الله تزهير ممتاز وفي وقت ممتاز جدا. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.